السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله ما غاديش نديرو وصفه ديال الطبخ، غادي نديرو وصفه ديال التجميل. هذه الوصفه هذه رائعه وكتعطي نتيجه مذهله لتبييض الوجه وازاله الاثار ديال الشمس اللي كنتعرضوا ليها، بما ان حنايا من مور الحجر الصحي الكثير منا خرجوا وتعرضوا للاشعه ديال الشمس، وهذه الوصفه هذه راه كتعطي واحد النتيجه غزاله وغادي نجربوها وتردوا عليا ان شاء الله. واخا تكون فيكم الاثار ديال الشمس مثلا، هاد يعني كاين الكثير منا اللي مشى للبحر وتعرض بزاف للشمس كيولي الوجه سمر، هاد الوصفه هذه غادي تعطيكم واحد النتيجه اللي هي كما قلت لكم زوينه والمكونات ديالها بسيطه وفي المتناول. دابا غادي نقول لكم المقادير ديال هاد الوصفه هذه لهاد الماسك. معلقه صغيره ديال المايزينا، حنا كندير واحد الكميه متساويه، بحال هنا درت واحد الكميه ديال المايزينا، غادي ناخذ نفس الكميه ديال الحليب المجفف ونفس الكميه ديال الياغورت طبيعي، وعندي ماء الورد. بسم الله، غادي نخلطوا دابا هذه الوصفه هذه. هذا الماسك راه كيجي رائع، الملمس ديالو كيجي زوين بزاف وملس كيتماسك مع الوجه. انا درت هنايا معلقه تقريبا ولا جوج معالق ديال الياغورت الطبيعي، غادي نزيد عليه معلقه صغيره عامره مزيان ديال الحليب المجفف، وكنزيد عليه المايزينا، وغادي نزيد ماء الورد. هذا الماسك البنات تقدروا تحتفظوا به مده ديال 3 ايام في الثلاجه، ديروا في واحد البواطه وتغطيو عليه مزيان وديروها يعني 3 ايام هكا، ومن يكمل لكم من بعد تعاودوا تخلطوا واحد الكميه اخرى، لانه من مور 3 ايام صافي ما كيبقى صالح باش اننا نديروه. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي هذا الماسك، هذا كيجي زوين بزاف بزاف. بحال الطريقه ديالو عاديه بحال اي ماسك كنطبقوه على الوجه ديالنا، تقدروا ديروه حتى الرجلين اليدين اي بلاصه اللي تعرضت للشمس غادي نديرو تخليه حتى يبس. تقدروا ديروا منه جوج طبقات، من تيبس الطبقه الاولى تقدروا تزيدوا طبقه اخرى من موراها وتخليوها تيبس مزيان، من بعد ترشوا ماء الورد على الوجه ديالكم حتى يعاود بحال نقولوا مثلا يفزق لينا في الوجه ديالنا، عاد نغسلوه ومن نغسلوه نمسحوه ونرشوا الماء الورد على الوجه ديالنا، من بعد نديروا واحد الكريم مرطب صافي. وغادي تشوفوا غادي تلاحظوا واحد النتيجه، غادي نتلاحظوها ان شاء الله. نتوما شوفوا كيفاش كيجي، ما نعاودش لكم على النتيجه ديالو، المهم حتى تجربوا وردوا عليا ان شاء الله. انا كما قلت لكم غادي نطبق هذا الماسك هذا على الوجه ديالي، غادي نخليه تقريبا واحد المده ديال 10 ديال الدقائق، من بعد غادي نغسلو كما نفس الخطوات اللي قلت لكم، غادي نرش عليه ماء الورد. غير ما تعكزوش البنات، جربوا هذه الوصفه هذه لانها فعلا راه وصفه اللي كتعطي نتائج جد جد مرضيه. ان شاء الله الوجه ديالكم غادي تحيدوا منه التصبغات ديال الشمس وغادي تلاحظوا واحد النتيجه. والى عجبكم الفيديو ديالي كما دائما ما تنساونيش باللايكات ديالكم، وشجعوني باش نزيدكم المزيد من الفيديوهات والوصفات الناجحه لا في الطبخ ولا في التجميل، لان كل شيء بمصداقيه. خليت لكم الراحه ودمتم في امان.